بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ في عام 137 للميلاد، أي بعد 890 عاما من تأسيس إمبراطورية الروم. فمنذ مئات السنين والرومان يفرضون سيطرتهم على المناطق الواقعة ما بين شمال تركيا وجنوب سوريا، وأطلقوا على هذه المنطقة اسم روما الشرقية. الرومان كانوا يتصورون أنهم أكثر الحضارات تقدما في زمانهم، أما الحقيقة فهي أن عصرهم تميز بتطور فن العمارة وبناء المدن من جهة، وبسقوط وانهيار القيم الإنسانية وسيادة روح الوحشية والبربرية من جهة أخرى. فيلادلفيا هي إحدى ولايات روما الشرقية، واليوم هي عمان عاصمة الأردن. رسول خاص من روما يصل فيلادلفيا ليخبر حاكم فيلادلفيا ديوكليتيانوس بأن إمبراطور روما هادريانوس سيقوم قريبا بجولة في ولايات روما الشرقية ومنها فيلادلفيا. هذا الخبر أثار الفرحة والبهجة والسرور في أوساط الرومان. ديوكليتيانوس، أو كما يسميه بعض سكان المنطقة دقيانوس، كان حاكما قويا قاسي القلب منزوع الرحمة. بعد عروج عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء، أخذ دينه السماوي ينتشر تدريجيا، الأمر الذي لم يطقه الرومان. الرومان الذين يعبدون عددا من الأصنام والآلهة لم يطيقوا تراجع واضمحلال عبادة الأصنام أمام انتشار الدين التوحيدي، لهذا عمدوا إلى التصدي لأتباع الدين السماوي وإيذائهم وتعذيبهم. ورغم وحشية أساليبهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار الدين الجديد.
انتبه يا بلوتو، قد يكون هذا آخر شروق بالنسبة لك. لربما لا ترى شمس الغد أبدا. اليوم انتهى وذهب. ولكن إلى أين سوف؟ إلى جوار رحمة الله. يعني هل تشمل رحمته هذا العاصي؟ يا رحيم تلطف وعفو عن هذا الحقير، تلطف وخذ إلى جوارك هذا المسكين. أنا أعرف نفسي جيدا، أنا خجل منك لتفصلني. بلوتو، أنت كلمتنا من الليل. سأنام قريبا نوما طويلا تأتي بعده الصحوة الأبدية. لاتونيوس، حقا ماذا لو لم تكن هناك حياة بعد الموت وأجر بعد كل هذا العذاب؟ يعني أممكن أن لا تتحقق وعود آلاف الرسل الصادقين؟ لا لا. انهوا يا لاتونيوس سانتوس، افتح الباب. انا الى اين تذهب به؟ الى المحكمة. تحرك. ان الله معنا يا بلوتونيوس، اصبر. صحيح هذا. كن شجاعا يا بلوتونيوس، لا تبع اخرتك بدنياك. رحمة الله واسعة بانتظارك. كن واثقا يا بلوتونيوس. بلوتونيوس سانتوس العرق رومي. من أين؟ من هذه المدينة فيلادلفيا. اقرأ الاتهامات. بلوتونيوس سانتوس، الاتهامات الموجهة إليك هي أنك بدلا من أن تسجد وتعظم الآلهة والتمثال المقدس للإمبراطور هادريانوس، عمدت إلى تحطيم تمثال الإمبراطور، وبعد اعتقالك لم ترفض التوبة فحسب، وإنما واصلت إنكارك آلهة الروم العظيمة وكذلك جوبيتر القادر القوي، وتمسكك بدين الغلمان والعبيد، أي الدين المسيحي. صحيح ذلك؟ نعم. عقوبتك هي الموت، بل أشد أنواع الموت، يعني الحرق في النار. ولكني أريد إعطائك فرصة أخرى يا هذا. سمعت أن كبيركم شخص يدعى آدونيا، لو أرشدتنا إلى مكانه سأقلل عقوبتك يا بلوتونيوس سانكتوس. أيها الأحمق، ما
حكمت المحكمة بالموت على بلوتونيوس سانكتوس لتحطيمه تمثال الإمبراطور وعبادته إلها آخر وإثارته الاضطرابات بين رعايا وأتباع الإمبراطور هادريانوس. حكمت عليك بالموت، وطبقا لهذا الحكم فإنك ستحرق اليوم ظهرا أمام معبد أبولون. خذوا أيها السجان، تعال وخذ. تعال يا هذا، تحرك، انهض، اذهب اذهب فعلوا بك يا بلوتون. ماذا حدث؟ ماذا حدث يا بلوتون؟ اليوم سأحرق في النار لأحلق كالفراشة. ماذا؟ النار؟ نعم النار. يعني أشد العقوبات؟ أشد العقوبات لأسوأ الذنوب، وهو تحطيم تمثال الإمبراطور. ولماذا الإحراق؟ ما الفرق يا عدنان؟ لماذا هناك فرق؟ في السابق كانوا يحرقون الزناة والسحرة في النار، أما الآن فيحرقون الموحدين. في النهاية يجب أن نرحل، إن كان الموت بواسطة النار أو الصليب أو قفص الأسود. سأدفن قريبا تحت التراب. معادلة عجيبة، ولدت من التراب وتغذيت من التراب وسأدفن في التراب، ولكني أخاف. يعني إنك تخاف من الموت؟ كلا، من الموت لا، أخاف من الانبعاث. أتدري يا عدنان أني عشت آلاف الأيام، ومن هذه الأيام كنت حيا لعام واحد، وذلك منذ اليوم الذي التقيت فيه أدوني. ففي أغلب الأوقات كنت عاصيا لله. معاذ الله، مع هاتين اليدين والعينين والقدمين، وفي هذه اللحظات الأخيرة لا أدري هل سيغفر لي ربي أم لا. كن مطمئنا يا بلوتون، خلال هذه المدة القصيرة كفرت عنها، وإنك الآن ذو روح طاهرة. تصور ذلك، لن تستطيع أبدا. ماذا حدث يا جالوس؟ تعال لأقبلك. لقد قتلتني، أصبر لأرى. أتقتلني؟ اهدأ، تعالي وخذ الأكل. أنا الرجل الكبير أبوت بسببك عدة مرات. لدينا ضيوف، أريد أن ألعب.
أنا لابد أن نوظف كل جهودنا لدعم الموحدين، ويمكن أن تكون ومن خلال حكمتك ودرايتك خير محافظ لأتباع الدين الجديد يا ماكسيمليانوس. ثانيا، يمكن أن تستثمر نفوذك في القصر لهذا الغرض باعتبارك صهر ديوكليتيانوس وزوج السيدة هيلين. يا أصحاب الفخامة، يا مولاي، جندي قادم من القصر كأنه يحمل رسالة من ديوكنا الدقيانوس. يا مولاي. حسنا، قل له ليدخل. سمعا. حتى الآن لا يستطيع تلفظها بشكل صحيح، ديوكليتيانوس يلفظها دقيانوس. ادخل أيها الجندي. أسعدتم يا أصحاب الفخامة. تفضل. صاحب الفخامة ديوكليتيانوس دعاكم مع كبار رجال المدينة إلى القصر لأمر مهم. حسنا، أتأمرون بشيء؟ تفضل. ما الذي حدث باعتقادك؟ سنفهم ذلك قريبا. جالوس، أحضر العربة. سمعا. اذهبا صوب القصر وسألتحق بكما في أقرب فرصة، واسعيا لئلا ينتبهوا لغيابي. لا أدري لماذا دعوا كبار اليهود، بالتأكيد هناك أمر مهم، هناك أمرا هاما. لا أدري لماذا دعوا كبار اليهود، تحية، بالتأكيد هناك أمر مهم. تحية، تحية لكم. تحية لأصحاب الفخامة. من فخامة القاضي؟ عفوا فخامة جوليوس، لدي أمر مهم معك. أردت إعطائك تقريرا عن المحاكمات التي جرت هذا اليوم. أصحاب الفخامة، فخامة ديوكليتيانوس منشغل في محادثات مع الرسل القادمين من روما، عليكم الانتظار قليلا. من الأفضل الإشارة للتقرير. لقد تم اليوم اعتقال 11 شخصا، 6 منهم مسيحيون والباقون لارتكابهم جرائم مختلفة. وما أخبار المحاكمات؟ أخبارها غير مشجعة. أكثر المسيحيين يقاومون، وهناك أيضا من لا يستطيع المقاومة ويتوب أو نجبره على التوبة. وهل أن التوابين يتعاونون معكم؟ بعضهم، مثلا أحد المعتقدين بالتثليث كشف اليوم عن مكان اختفاء المبلغ أدونيا. وهل اعتقلته؟ لا يا صاحب الفخامة، إنه فخ جيد، لو وضع تحت المراقبة فسنعتقله مع أتباعه في مكان واحد. فكرة جيدة، إذا انتبه جيدا كي لا يفلت، وسأكلف شخصا بمراقبته. توكل على الله، اصبر يا فتى، إن الله معنا. يا حاج، 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 ي
رجعوا به، إن الحرق أفضل عقوبة لهؤلاء. يعيش القاضي، يعيش. إن كان الحرق عقوبة هؤلاء فما هي عقوبتكم إذن؟ كأنكم نسيتم أنكم لا تعبدون آلهة الرومان أيضا. إن اليهود قوم لا يعبدون سوى إلههم يهودا. كل من يعبد آلهة غير إله الرومان يستحق القتل، حتى لو كان من أبناء يهودا. لا يحق لك إهانة الشعب اليهودي. اسكتوا، ماذا حدث؟ اسكتوا، تنحوا جانبا، تنحوا جانبا، افسحوا الطريق. هيا يجب ان يقتل، يجب ان يقتل، يجب ان يقتل، انه خائن. حكمت المحكمة العليا في فيلادلفيا وبموافقة صاحب الفخامة ديوكليتيانوس على بلوتونيوس سانكتوس ساكن فيلادلفيا لإهانته الآلهة والامتناع عن تقديم القرابين للتمثال المقدس للإمبراطور وتحطيمه ذلك التمثال واعتناقه الدين الذي جاء به عيسى الناصري، حكمت عليه بالموت. وهذه ستكون عقوبة كل من يتبع الدين الجديد ويتمرد على أوامر الرومان، وحكم المحكمة هو إحراقه في النار. والذي سينفذ الآن وسيبقى جسده بعد حرقه مدة 3 أيام في هذا المكان لتأكل منه الطير وليكون عبرة لكل من يترك آلهة الرومان العظيمة والدين المقدس للإمبراطورية ويعتنق دينا آخر. ابدأوا.
يا مغداد. لوتونيو سانكتوس، هل لديك كلام تقوله قبل موته؟ هذه آخر فرصة تعطى لكل متهم. قال ابن مريم إن الحقيقة التي تخاف قولها في الظلمات ستسمعها يوما في وضح النهار، والإيمان الذي كسبته في خفايا البيوت سيهتف به يوما فوق أسطح المنازل. رحمتك يا إلهي، ارحمني ارحمني يا إلهي ارحمني. يا ابنك مريم، ابلغ سلامي لسيدنا المسيح. صاحب الفخامة ديوكليتيانوس. تفضلوا. أنا مسرور. أنا مسرور لوجودكم جميعا هنا. لكني لا أرى ماكسيميليانوس. يا صاحب الفخامة، فخامة ماكسيميليانوس إنسان منظم ويحترم المواعيد، ومن دون شك سيحضر قريبا.
يبدو أن صاحب الفخامة ديوكليتيانوس دعانا إلى هنا لأمر مهم. نعم هو كذلك. فيلادلفيا ستشهد قريبا يوما عظيما جدا في تاريخها، لربما لا يتكرر مرة أخرى في تاريخ فيلادلفيا. اليوم يجب أن نتبادل وجهات النظر بشأن أمر هام. فالمبعوث الخاص أطلعنا بأن الإمبراطور هادريانوس سيتفقد قريبا المناطق الشرقية من أراضي الإمبراطورية الرومانية العظيمة. شكرا لكبير الآلهة جوبيتر الذي مكننا من نيل مثل هذا الفخر. ومن المحتمل أن تكون له وقفة قصيرة أثناء توجهه إلى أورشليم في فيلادلفيا. إنه لفخر كبير. لتحيا الآلهة، لتحيا آلهة روما، لتحيا آلهة روما التي ستزين فيلادلفيا لقدومها. إنه فخر عظيم. تفضلت أن من المحتمل أن يأتي، يعني لست متأكدا. قلت من المحتمل لأنه قد يغير طريقه، ولكن طريقه يمر من هنا ويجب أن نستعد. الشكر للإله جوبيتر القوي حيث أسعدنا بلقاء الإمبراطور. كلا، إنه ليس إله شعب الروماني فحسب، إنما هو إله نصف العالم، وهذا الفخر لن يكون من نصيب كل إنسان. لقد سمعت بأن صاحب الفخامة ديوكليتيانوس كان مقاتلا في جيش الإمبراطور. أجل، في عهد الإمبراطور تراجان كان صاحب الفخامة هادريانوس يقود جيشا عظيما، وكنت أنا أحد أمراء ذلك الجيش. وهل صحيح ما يقال إنك أنقذت حياة صاحب الفخامة هادريانوس؟ أطلب العفو يا صاحب الفخامة، أنا هكذا سمعت وكانت لحظة عجيبة. ففي إحدى الحروب مع الفرس تهجم قوات العدو فجأة وتجبر قواتنا على التراجع، حينها يقع الإمبراطور هادريانوس في حصارها. الجميع يشعر أن أي تأثير قد يؤذي بحياة قائده. صاحب الفخامة ديوكليتيانوس الذي يرى خطورة الوضع يقرر القيام بعمل سريع، فيكسر بعربته طوق الحصار وينقذ الإمبراطور. يا لشجاعته، يا لشجاعته. إذن بهذا الشكل يكون الإمبراطور مدينا بحياته لديوكليتيانوس. تعني إله الناس مدين بحياته لعباده. هذا الكلام لا يتفوه به مستشار كبير مثلك. ما العجب في هذا الكلام؟ الآلهة وحدها قادرة على إنقاذ الآلهة، وكما تعلمون فإن العباد هم ذراع الآلهة، وأحيانا يستفاد منهم لإنقاذ بعضهم البعض. ويجب أن أقول هنا إن عملية إنقاذ صاحب الفخامة هادريانوس العظيم على يد صاحب الفخامة ديوكليتيانوس لم يكن فيه صاحب الفخامة هادريانوس قد وصل بعد إلى مقام الألوهية. افحص نعل الفرس. بالتأكيد سأفحصها.
رغم بيته البسيط لديه عربة ثمينة جدا. تقصد سانتوس؟ لا، يبدو لديه ضيوف. إذن اسمه سانتوس. نعم، لوتونيوس سانتوس. إذن صاحب البيت لوتونيوس سانتوس. إلى أين؟ ألا تريدنا على الفرس؟ لقد ذهب يا سيدي. ألم ترد نعلا لفرسك؟ ماذا أصابك؟ أذن لي يا مولاي أن أبدي وجهة نظري إزاء زيارة الإمبراطور. تفضل. أمن المؤكد أن زيارة الإمبراطور لأورشليم لا تعد زيارة عادية، ربما بسبب المقاومة التي أبداها بنو إسرائيل إزاء بناء معبد جوبيتر، وستكون بمثابة شوكة في عيون اليهود وأتباعهم. نعم، هي هكذا بالتأكيد. كم هم حمقى بنو إسرائيل عندما تصوروا أنهم قادرون على الوقوف أمام القوات العظيمة للإمبراطورية الرومانية، وأمام جبروت وعظمة وقدرة آلهتها. لو كانوا منذ البداية قد سمحوا بتشييد معبد جوبيتر ونصب تمثال الإمبراطور في معبد أورشليم لما قتل منهم هذا العدد الكبير. فالأمر الذي كان بالإمكان إتمامه بدون إراقة الدماء تم بعد 3 أعوام، رغم المقاومة الشديدة التي أبداها بنو إسرائيل ومقتل الكثير منهم. والأكثر حماقة منهم هم المسيحيون. لا أدري ماذا شاهدوا من إلههم المجهول كي يفضلوه على آلهة الروم العظيمة ويضحون بأنفسهم من أجله. فالإله الذي لا يعرف الإنسان شكله ولا يعلم أهو ذكر أم أنثى ولا يستطيع صنع تمثال له، كيف يمكن عبادته؟ لو كان إلها قويا لما كان عباده بهذا الضعف والذل. لا تزعج نفسك يا صاحب الفخامة، جنون الإنسان لا حدود له. حتى أنه لم يستطع الدفاع عن رسوله حيث صلبه جمع من اليهود. انظروا إلى عظمة وهيبة أبولون الابن القوي والمقتدر، وإلى ضعف وعجز ابن إلهي هؤلاء. يقولون إن الدين المسيحي الحقيقي لم يكن يعتبر عيسى ابن الله وإنما رسوله، وأن أحد المبلغين المسيحيين طرح موضوع الأبي والابن بعد صلب المسيح ليجذب الرومان للدين المسيحي. لربما تعلموا من الرومان عندما أضافوا ولدا لإلههم. عفوا يا صاحب الفخامة، اجتماع اليوم مخصص لبحث عقائد المسيحيين أم أن صاحب الفخامة ديوكليتيانوس دعانا إلى هنا لموضوع أهم؟ أحسن، موضوعنا أهم بكثير من هذا الكلام. بالتأكيد زيارة الإمبراطور تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات التي يجب أن نناقشها اليوم. زيارة الإمبراطور لفيلادلفيا يجب أن تتحول إلى ملحمة. أنت يا بروتوس العزيز. نعم يا مولاي. عليك إعمار كافة المعابد وانصب تمثالا لأغسطس في كل معبد.
معبد أبولون، كوتون، سيبلون، مريخ، ديانا، وحتى ميترا، وفي كل مكان يطلق عليه اسم معبد وفيه إله يعبد إن كان رومانيا أو غير روماني. وأما أنت يا عزيزي سودينانوس، فأريد منك أن تنصب تمثالا جديدا للإله جيانوس فوق كل بوابة في المدينة، سمعت؟ بالتأكيد سأقوم. وأما مارتينوس رئيس جفاية الضرائب، فعليك إعداد هدية للإمبراطور تتناسب أيضا مع حجم العلاقة الودية بيني وبينه. كيف يا ضاعف من اليوم حجم الضرائب؟ كيف يا صاحب الفخامة؟ ما نحصل عليه أخذ قصرا من الناس. يا مارتينوس العزيز، هذه ليست روما، وهؤلاء المحكومون ليسوا ببشر، إنهم مجموعة من الحيوانات المحملة بالحليب الذي يجب أن يحلب. فاحلبوه إذن، احلبوه. وأنت يا ديناسيوس العزيز، أريد إعداد المسارح بشكل جيد جدا، واجمع عددا كبيرا من الحيوانات المفترسة من الأسود والإبابة، وكذلك عددا كبيرا من المسيحيين. المسيحيون لأي شيء يا صاحب الفخامة؟ أعلم أن الطبيب ذو روح شفافة، لكني أتعجب من أنك أصبحت بطيء الفهم. حسنا، سأسألك بأي شيء ستسلي الأسود والدببة الوحشية الإمبراطور. إنه واضح إن أرض فيلادلفيا يجب أن تروى بالدماء، دماء المسيحيين. جولوس. نعم يا مولاي. اذهب الآن إلى أدونيا وقل له أن يغير مكانه، ربما اعترف بلوتون تحت التعبير. يعني بلوتون؟ نعم يا صاحب الفخامة، لو كان قد اعترف لكانوا قد اعتقلوا أدونيا حتى الآن. إنهم تعمدوا عدم اعتقاله وإبقائه حرا ليستفيدوا منه. تفخ يؤدي إلى اعتقاله مع كافة أتباعه وفي مكان واحد. الحذر ضروري يا مولاي. اسمع يا جالوس، إن كان مقررا أن تعيش لوحدك مع أسد في قفص، عليك أن تكون حذرا قبل أن يخبرك العقل بذلك. انتبه لنفسك، قد يكون أدونيا مراقبا. سمعا يا مولاي. تعال يا شمعون، انتبه لهذا الحصان لحين ما أقول. سمعا. أريد التحدث مع ماثيوس بشأن أمر مهم. ابقى هنا. تحية لصاحب الفخامة، أوحي في دمك. من أخبره يا حسقل؟ أراك مستبشرا. لقد تتبعته في البداية، شارك في مراسم حرق ذلك المسيحي، ثم ذهب إلى منزل والد ذلك المسيحي. انتظرني في الباحة لحينما أعود. أقبل يديك يا صاحب الفخامة. بالتأكيد يا صاحب الفخامة. روما وأثينا وأنطاكيا وكريت وقبرص وفلسطين وسوريا وحتى فيلادلفيا، لقد امتلأت كلها بالموحدين. مهما قتلنا منهم وعذبناهم
ورميناهم في البحر وأمام الأسود الوحشية لم ينتهوا بعد، إنهم نفذوا حتى إلى داخل قصورنا نحن. ليس واضحا كيف نفذ هؤلاء الأوباش للقصر. يا جوليوس، إما إنك لا تفهم أو تتظاهر بعدم الفهم. ألم يقطع الإمبراطور ديميسيان بالسيف رأس ابن عمه فلافيوس كليمنس وزوجته فلافيا ديميسيا لكونهما مسيحيين؟ أكان هؤلاء أيضا من الأوباش؟ على هذا الأساس أليس من العقل والمنطق أن نراقب البلاط؟ ماذا تقصد؟ عفوا، أنا لا أقصد أحدا بالذات، مع أنني مطمئن من أعضاء البلاط، لكني أوافقك هذا الرأي. صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، وأخيرا حضر الكبير المستشارين. أنا مستعد لأداء أي خدمة، تحية للحاكم ديوكليتيانوس. أستميحك العذر لتأخري، آمل أن تعفو عني. أين كان حتى الآن فخامة ماكسيميليان؟ ليس ممكنا إخفاء الحقيقة على فخامة الحاكم. ذهبت اليوم لزيارة أحد. لا، دعني أنا أقول. بالتأكيد ذهبت اليوم لمشاهدة مراسم حرق ذلك الشخص، أليس كذلك؟ حرق ذلك الشخص الذي أسقط تمثال الإمبراطور بدلا من السجود له، وأهان بقية الآلهة، أليس كذلك؟ صحيح ما قلت يا صاحب الفخامة. بالتأكيد أنك رأيت مشاهد مرعبة للغاية، فمشاهدة ألسنة اللهب ترتفع في وسط السماء وسمع صراخ وأنين مجرم يحترق في النار لا يعد أمرا حسنا. مشاهدة مثل هذه المناظر تدفع الإنسان للسير بشكل صحيح وترعب العدو، ولكن يا فخامة ماكسيميليانوس، هذه المشاهد تتكرر يوميا هنا، فهل من الصحيح عدم حضور اجتماع مهم بسبب هذه المراسم؟ سبب التأخير لم يكن فقط مشاهدة تلك المراسم، حيث ذهبت أيضا لعيادة عائلة رومانية. كانت مريضة؟ كلا، كانت محتاجة، فواسيتها وقضيت حوائجها. أحقا تعتقد بإمكانية حكم الشعب باللين والمودة؟ فهمت مقصود صاحب الفخامة ديوكليتيانوس، الحكم بالسيف، ولكن باعتقادي لا يكفي السيف وحده. ولكن يا ماكسيميليانوس، كل يوم نشهد ظهور دين جديد بين الناس، فكيف يمكن القضاء على هذه الأديان بدون سيف؟ الأديان تظهر في كل مكان بالعالم، والحكام يتعاملون معها بأساليب مختلفة، فأحيانا يتعامل الحكام بدراية وليونة معها فيصلون إلى هدفهم، وأحيانا بالسيف. إلا أنني أعتقد بأن للين والمحبة معجزات يفتقدها السيف. تصورك خاطئ يا ماكسيميليانوس، الحكم لا يتم إلا في ظل السيف، ولا وجود للرحمة. الرحمة تقلل فقط من مرارة سم السيف فقط. يا صاحب الفخامة، من الأفضل أن نعود إلى أصل الموضوع. عفوا يا صاحب الفخامة، هل بإمكاني توجيه سؤالا لفخامة ماكسيميليانوس؟ اسأل. العائلة التي عدتها اليوم أليست عائلة المجرم بيوتونيوس الذي أحرق اليوم لاعتناقه الدين المسيحي؟
الروماني المحتاج يجب مساعدته، والروماني الخاطئ معاقبته. أتعجب منك، أذهبت لمواساة عائلة مسيحي مجرم؟ نعم يا صاحب الفخامة، ذهبت إليهم، ولكن هل يجب معاقبة عائلة بسبب خطأ أحد أفرادها؟ انتبه لكلامي جيدا يا ماكسيميليانوس، أنت تعرفني جيدا وتعلم أن قيمة البشر عندي لا تعادل قيمة حشرة أبدا. أنت زوج ابنتي ولكنك لست أعز من عيني، وإن كنت لا تدري فاسأل من ابنتي، فهي شهدت كيف قلعت عين الخيانة من حدقتها ورميتها بعيدا. إذن انتبه لتصرفاتك، يكفي أن أشك بمقدار ضرة بأحد، أفهم؟ لديك سؤال آخر؟ لا، أريد إرشادك. لو كنت مكانك لأوليت جل اهتمامي للسيدة هيلين ومستقبلها. لا أفهم، وما علاقة ذلك بك؟ بتصرفاتك هذا تعرضها للخطر، عليك أن تنتبه أكثر لتصرفاتك. وأن تنتبه لكلامك، إذ أخذت تتكلم بما هو لا يتناسب مع حجمك. انتبه وإلا ستندم. يعني هل من الممكن أن يكون ماكسيميليانوس من الموحدين؟ لا يمكن تقبل ذلك بسهولة، علينا انتظار الحوادث القادمة. فخامك ماكسيميليانوس؟ نعم. سمعت القاضي يقول لجوليوس إن أحد الأشخاص كشف ونتيجة التعذيب عن محل اختفاء أدونيا. توقعت ذلك. لا تقلقوا، جالوس ذهب عند أدونيا لنذهب. من أين علم جوليوس بمكان ذهابك؟ مما لا شك فيه أنه كلف أحدا بمراقبتي. باعتقادك ماذا يعرف عنك؟ من دون شك أنه يعرف أنني وزوجتي لا نعبد الأصنام، ولا أعرف إن كان يدري بأني على اتصال بالموحدين أو لا. إن كان قد شك بك فلما لا يشك بنا؟ لا أعتقد ذلك، فمشكلته مع فخامة ماكسيميليانوس وليس معنا، ويؤسفني أن أقول أنه كان من البداية راغبا بالسيدة هيلين. نعم أعرف ذلك، وكذلك هيلين وديوكليتيانوس، والجميع يعلم أن هيلين أطهر وأرفع من أن تتزوج بمثل هذا الكائن. يجب الحذر منه، إنه مقرب من الإمبراطور، والحقد الذي يكنه لك يجعل غرس أسنانه يصل إلى العظم يا صاحب الفخامة. لا تقلقوا، ليس لديه أي شيء ضد، وبعون الله لا يحصل على أي شيء ضدي. أتدرون إني كنت أتوقع موقفا أشد من ديوكليتيانوس. لا يتخذ ذلك الموقف ما لم يضطر له، وكما تعلمون فإن استمرار سلطته في فيلادلفيا مرهون بدعم آبائنا له، ولهذا السبب طلب من الإمبراطور أن يعيننا مستشارين له. فخامة الحاكم اسمح لي، القرارات الصحيحة أو الخاطئة يمكن أن ترسخ أو تزعزع قواعد حكومتك،
ماكسيميليانوس إضافة إلى كونه صهرك فهو ابن النائب مارسيلوس كبير نواب مجلس الشيوخ في روما ومن المقربين عند الإمبراطور، ومن الصعب اتخاذ أي قرار ضده. صحيح، أعرف ذلك، إلا أن تمرده قد يزيد من وقاحة الآخرين، ولكن إن شعرت بالخطر من جانبه فلن أتأخر لحظة، إنني بحاجة إليه الآن. لقد وصلت. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تحرك. أنا لوحدي، أريد أن ألعب مع الأطفال. اهدأ يا ولدي، لقد جاء والدك يا أركيميد. مرحبا يا أبتا. لقد كنت اليوم ولدا مطاعا. أعلم ذلك يا ولدي، بالتأكيد كنت هكذا. تعال يا أركيميد، تعال يا ولدي، والدك متعب، اذهب والعب لوحدك، اذهب. ماذا جرى؟ هل حدث شيء؟ لوتونيوس، أقتلوه؟ نعم، وبأمر والدك، لقد حرقوه أمام معبد أبولون، وتقرر أن تبقى جثته على المنجنيق لمدة 3 أيام ليكون عبرة للآخرين. إنني أبرأ منه ومن أفعاله، لقد قلت مرارا إنه ليس والدي، فلا تكرر علي ذلك. هالين، أنا لن أحملك مسؤولية ما يقوم به والدك. أنت تعلم جيدا أنني أشعر بالخجل لكونه أبي، وإن كنت أزوره بين فترة وأخرى فمن أجلك أو لإنقاذ أحد، وإلا فإني لا أرغب بزيارته أبدا. قلت لك إنني لا أحملك مسؤولية ما يقوم به، إلا أن جرائمه تمزق قلبي. إن ما شاهدته أنا لا يمكن مقارنته بما شاهدته أنت. اليوم والدك، عفوا ديوكلتيانوس، هددني بأني لو كنت عينه لقلعها. نعم، لهذا الكلام واقع، ومن دون شك أنه ينفذ تهديده. فديتك روحي تحية لصاحب الفخامة. مهمتك كانت ناجحة يا حسقين، ناجحة جدا، أحسنت. ولديك الآن مهمة جديدة، أريد أن تراقب أدونيا صانع الجرار، ولا تغفل عنه لحظة واحدة. سمعا وطاعة. ألا تعتقد أن جوليوس لا يقل خطورة عن ماكسيميليانوس؟ ماذا أقول يا صاحب الفخامة؟ نعم يا مولاي، وبالتحديد راقب الذين يتصلون به. سمعا وطاعة يا مولاي. قل. فديتك يا مولاي. لنذهب. إنه قال لي إنك شاهدت كيف قلع عينه، مما يبدو أنه أشار إلى قضية والدتي. صحيح ما قال،
أنا شهد أنا شهد والدتي كانت تسكن إحدى قرى أطراف دمشق، وكافة سكان القرية كانوا قد اعتنقوا الدين المسيحي، وعندما هجم الرومان على تلك المناطق قتل الجميع عدا والدتي. والدتي شاهدت بعينها كيف ذبح جنود دقيانوس أبناء عشيرتها كلهم، وكيف قتلوا والدها ووالدتها. في الحقيقة جمال والدتي حال دون قتلها على يد دقيانوس الذي أجبرها على الزواج منه. أعرف ذلك يا هيلين، لقد سمعت به من قبل. إنك سمعت به إلا أنني شاهدت ذلك بعيني. باعتقادك كيف يمكن نسيانه؟ كانت والدتي جريحة القلب وتترصد على الدوام الفرصة للانتقام من ديوكلتيانوس وآلهة الرومان، تترصد الفرصة لأنها كانت مراقبة على الدوام داخل القصر. وبعدما قامت بتحطيم تماثيل الآلهة عدة مرات، ثم تشديد المراقبة لاعتقال محطمي الأصنام وحرقهم، وفي أحد الأيام يا مريم العذراء، هذا العمل خطير، ارحمي نفسك. يا سيدتي، لو اكتشفوا أمرك سيقطعونك إربا إربا. لا تفعلي ذلك، لا تقف هكذا، ساعدني. لقد كلفتك بمراقبته أبريكان، لكنك كنت الآلهة وساعدته، ولولا مساعدتك لما كانت قادرة على الوصول للمعابد. فعقوبتك الإعدام. إنه ليس مذنبا، لقد أطاع أوامري فقط. اترك. هو أنه تجاهل أوامري وأطاع أوامرك أنت. اقتل. هذا جزاء خيانته، والآن جاء دورك أنت، حيث ستحترقين بنيران الآلهة. لا تهددني بالموت، منذ ذلك اليوم الذي ذبحت فيه أهلي أمام عيني عند أقدام الأصنام الحجرية وقتلت فيه والدي، قررت الانتقام منك ولا أخاف الموت أبدا. أريد أن أمنحك فرصة أخرى، هل تعلنين أمام أبولون تركك إله عيسى أم لا؟ أنا لا أعبد إلها غير الله، ولا أقر بوجود إله غيره،
هل تسجدين لآلهة الرومان وتقدمين لها القربان أم لا؟ اللعنة على آلهة الرومان، اللعنة على الأصنام الحجرية، اللعنة على الإمبراطور المجرم. يا إلهي العظيم، تقبل منا هذا القربان. يا أبولون العظيم، هذا جزاء كل من يخون الآلهة. إلهي تقبل مني، تقبل مني هذا القليل. إلهي أودعتك ابنتي، احفظها. إلهي حصرت الأطلال من أجلك. أمّا أنا كانت تحترق أمامي ولا أستطيع عمل أي شيء. إلهي احشرها مع مريم العذراء، لقد كانت امرأة شجاعة. أنا قلقة عليك أنت، في النهاية سيكتشف عقيدتك. إنني أرى أحلاما مرعبة، لا أدري ما هو التقدير الإلهي. أنا خائفة. لا داعي لهذا الخوف والقلق،